طبخة الذهل اليوم تعبير، مكرونة الدجاج بالموزالية على أساس باقي شوي يقولوا عاصمتها لندن. أقسم بالله ما هي الطبخة ذي. أخي مريم والله والله اليوم أبو علي جاء عندنا، أبو علي متقصدنا اليوم. بقول شيء، هو الطبخات أحيانا يمكن تعرفها لكن هو يرسم يجيب لك طويل يوهمك. والله ما طبخة الذهلي والله الحالة، طبخة الذهلي قصة في القري. قسم بالله ما بعد ما تقراها كامل يدخل لك أبو كاتم. والذهلي قال والله سهلة طبخها. والله إنها سهلة. طبخها زينة؟ والله طبخها زينة. تعال أبو حامد. أبو حامد. والله إني مسافر معك والله من عربي. أبغيك. أيوه. أبو حامد. أبو حامد. كيف طبختنا أبو خالد؟ بالله ما يبنى. طبخت. اللي شمه اللي شمه يتسمم مو اللي. السلام عليكم. إلا رب ظلم. يا الغالي على هونك لا 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 بعد لا. يلا نبي الابداع في زيت بهاراتي وقت التحدي حان. يلا ستاند باي يلا ستاند باي يلا بسم الله. يلا 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 الله يحييكم من جديد. مرحبا مليون اعزائي المشاهدين واعزائي المتابعين فقرتكم زيت بهاراتك. الله يحييك ابو علي. ابو علي انت قد قيم طبخات يلا عزوز خليك عندنا يا حبيبي. أتقبل منك. إيش بك أبو علي؟ أتقبل منك حسبي الله على. أبو علي البس القبوع أبو علي. أبو علي ناس يقبوعة أبو علي يخصموا على أبو علي من راتب 13000 ريال. لا لا إله إلا الله. قلبي صونك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. من اللي طبخ أنت ولا خويك؟ اللي طبخ أنت ولا خويك؟ كلكم من الاثنين. طيب إيش سويتوا في البداية وإيش سويتوا في النهاية؟ والله يا أبو حامد قشنا الدجاج. طيب. وقلينا. أيوة. بطاطس. أيوة. وجبنا حركات من هنا من هنا. حركات البركات. حركات البركات. إيش اسم طبختكم؟ خلاص. اسمها دجاج بالموزريلا. دجاج بالموزريلا. الله عليك. شوف لون 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 الجبنة زيادة. لا لا لا. خلاص خليها ثنتين لا تكثر. ليه؟ بس. عشان يكون شكلها حلو. عشان ابو فهد ابو علي سوداي. طيب ايش رايكم تحطوا لنا طبختكم في الصحن؟ خلاص 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 لا والله ابي يسوي معنا خلاص اوكي لذيذ ابو علي خلاص خلاص خايف على اصابعك يا ابو علي مخرجنا حبيبي خايف على اصابعك يا ابو علي عطني العقل خايف على اصابعك يا ابو علي انا فداك يا شيخ هذا التسمم هذا الخويش لا والله ما عاد الدجاج يا ابو علي الدجاج معاه يا مساء كذا خالص كذا هو هذا الاكل هو هذا اوه ابو علي تعالينا حبيبي تعالينا يا الغالي على هونك ترى قلبي مظنونك ترى هني عاب يا ابو علي لا 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 خبقني يا ابو علي والله بكني لا 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 والله انت داخل يا اخي ابغى اعلم ان طبختنا حلو هذا قصدي مبروك ماني مبروك طيب بسم الله خلاص ابو علي غلك انزل نزل قوي انزل هنا يا حبيبي انزل انزل يا مساعد عشان اذا طبختنا مو حلو بنت نعمه نعمه يا مساعد انت انت من الحين انت والله امنيتي اليوم واقف ولا قاعد انا خلوني وبعدوني بعيد السجن يا ترى انا سويتها هنا بعد الجيد السجن يا ابو تركي ناديك ابو حامد ابى اقول لك كلمه حق اقولها ولا ما اقولها اقول لك كلمه حق ابو علي يجيب اكلات اقسم بالله ما ادري ايش تبغى مثلا مكرونه الموزناليا اللي صوديوم اللي باقي شو تقول عاصمتها لندن تعبير ما يقول اكله كذا ويجيب لي ورقه صغيره بطاطس بشاميل ويعطيني 20 طلب صغيره وين يا اخوي والله غلط انا يسموني الطباخ اي انا يسموني الطاهي انت الطاهي زين انت ما شاء الله ما عندك عقل ما شاء الله كمبيوتر تغمض تطلع صلى الله ما شاء الله ما شاء الله قول ما شاء الله ما شاء الله يا حماني ابشرك بيقول بينقلونا سجن ثاني قول والله شبا حامد حامد ابو حامد ها برر برر لا لا يا شيخ معلش احترمنا يا اخي اطلع برا برا وين جت اطلع اقسم بالله اطلع ابو علي اطلع اطلع اسمع اسمعك اسمع واد اسمع واد 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 دقيقه تورطني انا والله كفي اخذنا الاثنين البطاطس بسم الله الرحمن الرحيم ممكن بوسك لا
حبه. كل قلبك قدك، كل قلبك قدك ولد. عجبك ناس اطبخ جان معنا هذا، ركزوا في الشغل. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. احنا على هنا هنا في ذنبك عشان ما تهبد من اول يوم. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، طبخنا هنا في البطن تلالا. لا لا لكن تحتاج المال كي تطلع من البرايم يا وجه السمكة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الفريق نطلع بالرعب يا عبد العزيز. إذن حط لي لا 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 ما عليك منها. نطيح يا حبيبي نطيح. إنه يجري ويجري هكذا الحياة تسير. نطيح مساعد فكر مكان موطني الجمال والدلال. لا تكسر الكرسي ويقلب علينا خالد حمد. تعال يا محمد شيلها. لبي يا حبيب محمد تعال شيل هذا. نعم يا غالي سجن تدور الدنيا والناس تدور. خليك ثابت وتدور. يلا الندانا ندانا الأرز ردينا نعم لو بالعتيد بكل إخلاص لازم مايكك النعم لو. ردينا نعم له العتيد بكل إخلاص نعم له باسم لبنان باسم لبنان وجبنا نعم له دخيرة علقوها برقابون يا بوي. ما شاء الله ما شاء الله. عسجن يا عيني عسجن ياخذون عدوهم عسجن ياخذون يا ابو علي يا ابو علي يا ابو علي. حرام يا ابو علي تعطينا شيء ما نعرفه. ايوه اطلع برا اطلع برا اطلع برا اطلع برا يا الغالي على هونك. اضربه يا اضربه محمد مسعود مسعود مسعود. تعال تعال هني يا ابو. والله ما في احد ما تمخر ما في احد. كفو كفو كفو. هناك مع البطاطس خالد حامد جاب لي امر يا ابو علي. ابو علي ابو علي شيل الاربيز وحطه في يدك لا تحطه جنب المايك. حبيب قلبي انت عزوز قلنا نهبك اغسلها بعد حطها من ورا. طيب افلتها ورا. ايوه ابو علي خسرنا. كيف حالك ابو فيصل؟ بكره المطبخ ها؟ اي والله الله يستر. يعني بكره غير نشوفك ان شاء الله. انتوا والله احنا انتوا فارس اليوم متحمسين تقولون نبغى المطبخ. اي والله اليوم كنت نشيط بس بصراحه لو ممكن من بكره اجي. لا انت راقد. لا لا برقد الليل بدري والله علشانك. الله يجعلني في دوامك. والله ابو فيصل ايش علومك؟ كيف الامور في القريه تمام؟ اوه بدت تضبط بدت تضبط. بدت تتاقلمون في الجو؟ لا في بعض الناس بدوا يركضون. في ناس بدأت تركض واجد جريمة. ها إيش تشوف إن سبب الركض؟ بقولك شيء أي شخص يجي مندفع من البدايات لا بد نركض دائما. الطلوع الصاروخي ينزل. يعني لازم الواحد يطلع زي كذا الدرع حبة حبة. تطلع ليش الواحد ما يثبت نفسه من البداية ويستمر على عطاء؟ يستمر على عطاء ما هو باندفاع. لا شفان دائما الخيل. بقولك شيء الخيل متى تطلع؟ متى تشوش؟ إذا جاك مدافع من وراء صح ولا لا؟ صح هذا الكلام. دائما الخيل اللي تفز على طول تلقاها آخر خيل بآخر الشوط. شباب صح هذا الكلام. صدقني الحين شوف بقولك شيء يا خالد. نشوف الشباب الحين تبي تقدم فقرات فيه مجال الظهر فيه مجال العصر فيه مجال الحين الساحة صارت تفضى. أها والله صارت الهمة الحين ضعيفة يا أبو حامد. ما هي زي في البداية. ما هي زي في البداية يعني مضاربة على اللي يبغى يفلح واللي يبغى ما عاد فيه ما عاد فيه
وديكم ضربة ما أعطوني مجال ومدري. بس هذا هو المجال الحين مفتوح للجميع. مفتوح كلام كبير من جداً شيخ جداً. كبير اي والله والي أيدني ابو علي ابو علي احنا نسميها ابو القريه للامانه بندر دائما كلامه تحليلي لاي حدث وانا اقول الان ابو علي يقول الان بدا التحدي وانا اقول بالنسبه للشباب الموجودين الان بدا هذا انت انا اقول شيء احنا في البرنامج تونا بدينا بالنص اي تونا بدينا انا وتشوف الشباب الهمه اغلبهم صراحه ضعفت يعني بدت والدليل شوف بداياتهم هم يعني يطفشون يعني تبغى تقول من كلامك انهم بدوا يطفشون يطفشون خلاص يطفشوا الهمه صارت ضعيفه وصارت طيب عندكم انتم مبدا في ناس تتابع من نص البرنامج ايه طيب هنا اكيد يعني اللي كان في بدايه البرنامج على كلامك انت ابو فيصل اليوم 51 يعني اللي بيبدا يتابع من 51 الناس بدت تركض مثل الدوري الحين الناس دائما تتابع التشويق اخر دوري صح ولا لا صح. هو الحماس ها اول دوري واخره طيب ايش تشجع انا بندر العالي اشجع نفسي بس كهو هذا الكلام اذا انا اشجع حبيبي ابو فيصل الله يطول في عمرك الله يستر اموركم طبعا النتيجه واضحه ما يبغى لها لا واحد ولا اثنين النتيجه 9-3 تفضل على بس والله الذي لا انت تقوم والله انت تقوم والله لا هذه والله ما هي قيمه السكريم يا اخوي انت فاهم الدرجات غلط دقيقه والله غلط انا ما راح اقوم اللي يجي حامي حقي فكر ابو علي دقيقه لا ما لك شيء بقول لك كلمه يا ابو علي بسم الله الرحمن الرحيم والله لا ما عبد العزيز خلك اعطنا بالله للسجن والدهم يا سجن يا هم راح يرمطون كيف ابغى اروح اروح هذول اول شيء يا رب